ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع بصفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد. أهلا بكم. تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد 57 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز. وكان قد نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكاً للأردن بعد وفاة والده في 7 شباط عام 1999 ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة. ومضى الأردن بقيادة جلالته نحو إصلاحات شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في العالم ترتكز على ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء مبادئ السلام في المنطقة والعالم وتحقيق العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم. وتحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة. بحب اليوم استغل هالمناسبة الحلوة، 57 سنة على ميلاد جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم، حتى أتمنى له الكثير من الصحة، الكثير من العافية، النجاح في مهماته التي يقوم فيها في الأردن، وخصوصاً أنه هالبلد اللي اسمه الأردن يزدهر بأيامه، يتمتع بالكثير من السعادة، بالكثير من الازدهار، بالكثير من البحبوحة، وخصوصاً بالكثير من الأمن والسلام اللي نحن بأمس الحاجة له بهذه الأيام. ألف مبروك وألف أمنية محبة لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين المعظم، كل عام وهو بألف خير مع العائلة المالكة. بمناسبة عيد ميلاده الميمون، أتمنى لجلالة ملكنا المحبوب عبد الله الثاني ابن الحسين موفور الصحة وطول العمر، ليبقى القائد الأول لمسيرة هذا الوطن، وليبقى النموذج الأول الذي يحتذي به الجميع، وكل عام وجلالتكم بألف خير. باسم كنيسة الأرثوذكس وباسم هذه الرعية نرفع إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أسمى آيات التبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، ونطلب من الله أن يباركه ويسدد خطاه ويرشده لقيادة هذا البلد إلى بر الأمان دائما، وأن يحفظه من كل شر حتى يقودنا دائما إلى بر الأمان. ونحن نقدر جلالة الملك عبد الله الثاني لما يقوم به من الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المنطقة، وعلى المسيحيين، وعلى الحرية الدينية في بلادنا. أمين. أهنئ سيدنا صاحب الجلالة سيدنا الملك المحبوب الملك الإنسان سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده 57. ونحن بداية نهني أنفسنا لأننا نعيش في هذا البلد الآمن الأمين في ظل الخيمة الهاشمية وفي ظل رعاية صاحب الجلالة، إذ أن عيد ميلاده هو عيد ميلاد لكل الأردنيين ولكل الطيبين الذين يعيشون في هذا البلد المبارك. كل عام وجلالته بألف خير، ونتمنى له ونصلي من أجله أن يمنحه الرب مزيدا من الصحة والعافية، مزيدا من الحكمة، مزيدا من العمر الطويل، كي يكون خيمة على رأس كل الأردنيين وكل الطيبين في هذه البلاد الآمنة العزيزة. كل عام وجلالته بألف خير، ونحن جميعا ندعو له دائما أن يطيل
الرفيع عمره ويمنحه المزيد من الحياة السعيدة. وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن بأسمى معاني التهنئة لجلالته، متمنين له أعواما مديدة مباركة ملؤها الخير والبركة في قيادته للمسيرة الأردنية الميمونة. دعينا الله أن يبقى الأردن انموذجا للسلام والوئام والوحدة الوطنية والعيش المشترك. بهذه المناسبة الغالية علينا وعلى جميع الأردنيين في هذا الوطن الغالي، أتقدم من جلالتكم بأجمل الأمنيات بالفرح والسعادة، وأن يدوم عزكم وملككم على الدوام، وكل عام وأنت بألف خير.